الفريق سيتنقل، الطائرة جاهزة وسنتنقل يوم الجمعة إن شاء الله على الساعة 3 الطائرة تتنقل إلى بركان. نفس السيناريو سننسحب، لأن شوف السيادة الوطنية ما فيهاش مساومة، هذا مبدأ. إذا كان دخلوا للملعب ولعبوا بدون خريطة سنلعب عادي، لأن الإشكال الوحيد ما كان حتى إشكال هو استعمال الخريطة اللي تمنحها قوانين الكاف وقوانين الفيفا. لماذا السؤال المطروح؟ لماذا سمحوا لهذا الفريق باش يستعملها والكل شيء موجود على مستوى على مستوى القوانين تاع الفيفا والكاف ايضا؟ اذا لما السؤال مطروح، احنا نعرفوا الامور كيفاش تمشي، انا اشتغلت في الكاف ونعرف الامور كيفاش تمشي، وان شاء الله بيد